الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، هل تبغض أي أحد من الناس على قدر معصيته حتى ولو كان والدك؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة قد بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وعقيدة الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة أمرها عظيم وشأنها فخم جليل، فقد قرروها في كتبهم، وقررها الله عز وجل في آيات كثيرة، حتى ولو كان من يخالف شريعة الله أقرب قريب. فإذا قضية الولاء والبراء من حقوق الله الواجب على العبد، والتي يجب عليه أن يقيمها مع الموافق والمخالف. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ماذا؟ ولو كانوا إيش؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا حتى ولو كان من خالف شريعة الله المخالفة المطلقة أو مطلق المخالفة، ولو كان أقرب قريب، فالواجب علينا أن نحبه بقدر ما معه من الإيمان، وأن نبغضه بقدر ما معه من الفجور والإثم والذنب والعصيان، حتى ولو كان أماً، حتى ولو كان أباً، حتى ولو كان أخاً، أو كان زوجاً أو زوجة أو ابناً أو غير ذلك، فلأن هذا حق نقوم به لله عز وجل. ولكن لا بد أن نفرق بين هذا الحق وبين وجوب الإحسان في صحبة الوالدين حتى وإن كانا مشركين. فإذا يجب علينا أن نحسن لهما في الظاهر، ولكن في قلوبنا نحبهم بقدر ما معهم من الإيمان، ونبغضهم بقدر ما معهم من الفسق والعصيان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن الأب المشرك الذي يجاهد ولده على أن يشرك بالله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى فيهما: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي في هذه الدنيا لا يجوز لك أن تعقهما حتى وإن كانا مشركين، لكن لا يجوز لك أن تحبهما. فإذا لا موالاة قلبية بيننا وبين من خالف شريعة الله على قدر هذه المخالفة. فمن خالف شريعة الله المخالفة المطلقة فنحن لا نواليه مطلقا، ونبغضه البغض المطلق، ونعاديه المعاداة المطلقة، ونتبرأ منه البراءة المطلقة. وأما من كانت عنده مطلق المخالفة فنبغضه على قدر مخالفته هذه، ونتبرأ إلى الله منه على قدر مخالفته هذه، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان أما. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد نهى الله عز وجل إبراهيم أن يستغفر لأبيه، قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مسألة عقدية مفصولة من الله عز وجل، لا يدخلها المجاملات ولا يدخلها المداهنات ولا الاحتمالات، فهي مسألة قطعية. فنحن نحب صاحب الإيمان على قدر إيمانه، ونبغض صاحب المعصية على قدر معصيته، حتى ولو كان هو الأب أو كان هو الأم، ولكن
يجب علينا أن نحسن صحبتهما في الظاهر في هذه الدنيا، وألا نعقهما وألا يصدر يعني عليهم منا أي فعل يسيء لهما، والله أعلم.